بسم الله الرحمن الرحيم، اللقاء الثالث من دورة ميمو كيو ضمن الحلقة التدريبية الخامسة لهذا العام 2021. أهلا وسهلا بكم جميعا. سنبدأ على بركة الله. إذا كان هناك أي ملحوظة، الرجاء إخباري عن طريق الميكروفون لكي أسمعها، لأني لن أستطيع أن أشغل الشات مع برنامج زوم مع برنامج ميمو كيو. الآن أعطيتكم ذاكرة فيها نصوص قانونية كثيرة وطلبت إليكم أن تضعوها في ميمو كيو. بعضكم أعتقد أنه ربما يحتاج إلى وقت أطول من أجل تنزيل الذاكرة ودمجها في البرنامج، قصص طويلة طبعا. لكننا الآن سوف نعمل على هذا الملف وأخبركم ببعض الخصائص الجميلة الموجودة في ميمو كيو التي أنا متأكد أنكم متحمسون جدا جدا للاطلاع عليها. الذي فعلته الآن هو أنني أحضرت الذاكرة وأدخلتها عندي كما تحدثنا المحاضرة الماضية أو اللقاء الماضي. تلك الذاكرة لا يوجد فيها نهائيا نهائيا قانون الإجراءات المدنية أو أصول المرافعات المدنية، لا أذكر ما اسمه حتى، في الإمارات. فأنا أخذت الآن القانون المدني الإماراتي أو قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وحوالي 1500 مادة تقريبا. فأنا أتساءل 1500 مادة كم سيأخذ مني وقت عند ترجمتها. فوضعتها الآن تحت كلمة Emirates هنا كما تجدون، والآن سوف أدخل إليه وأشغل الذاكرة التي لدي التي فيها القانون المدني الأردني. أنا هذه الذاكرة وضعت فيها بنفسي ترجمة القانون المدني الأردني من العربية إلى الإنجليزية. الآن أريد أن أشغل الإميريتس القانون الإماراتي وأنظر هل سيساعدني ذلك أم لا، وسننظر في النتائج. لا نريد أن نتوقع أي شيء، لا نريد أن نتوقع إيجابيات أو سلبيات، إنما نريد أن نطبق ذلك. قبل ذلك أريد أن أقول إنني هذا أولا عملت مشروع من العربية إلى الإنجليزية، سميته Arabic into English. وضعت فيه ذاكرة، استوردت الذاكرة التي أعطيتكم إياها، وبعد ذلك فتحت الملف، وعندي ملفات أخرى طبعا في هذا المشروع. أريد أن أنبه إلى قضية أساسية. لنفرض أنه لدينا عدة ملفات، لو 100 ملف، إذا عملت أنا مثلا كنترول وشيفت، كنترول وأي اللي هي اختيار الكل، وإذا ما عملت سيرش فيها، إذا ما عملت سيرش يعني أستطيع أن أعمل سيرش داخلها عن طريق ماذا؟ عن طريق الكنترول وإف، كنترول وإف، واضحة الفكرة؟ كنترول وإف. ماذا يحدث لو عملنا كنترول وإف؟ كنترول وإف معناها فايند سيرش يعني. كنترول اف، الان ضغطت انا كنترول اف فطلعت معي هاي. هلا لو كان عندكم 100 ملف وطلبتم ان تبحثوا عن كلمة مثل كلمة فايند، مثلا كلمة فايند على سبيل المثال، او كلمة سبيك، او اي كلمة بتتوقعوا، لو مثلا، فيستطيع ان يخرج نتائج من كل هذه الملفات من اولها لاخرها. عرفتوا علي كيف؟ يعني انت بدك تدور على كلمة معينة في 20 ملف، اذا وضعتهم بميمو كيو تستطيع ان تبحث عنهم كلهم مرة واحدة، هو بيقول لك وين وردت هذه الكلمة وكيف انك ترجمتها. هذه لا تهمنا الان، حاليا يهمنا ان ندخل الى الملف مباشرة. هل الشاشة واضحة؟ نعم ممكن، أنا واضحة. طيب أدخل إليها. الآن هذا هو الملف، هذا هو الملف الذي لدي. ما الذي حدث عندما فتحت الملف؟ قانون المعاملات المدني، ما الذي حدث على اليمين؟ مين بيحب يحكي لنا شو في على يمين الشاشة؟ بالترجمة على يمين على الشاشة اليمين هذا الآن الكلمات اللي هذه سيف الترم بيس، داتا بيس. الترم بيس نعم. ننزل شوي هون نبحث. طيب ننظر إلى هنا. طيب ما الذي لدينا الآن يا طروق؟
على اليمين. ترجم الكلمات للديتابيس. ممكن تشرحي لنا شو في بالصورة على اليمين؟ اليمين هاي الكلمات اللي احنا سيبناها على اساس لا لا، مش كلمات الآن. شو طالع عندك؟ لو تقرأي لي أول وحدة. having seen federal law number one. تمام، ممتاز. أول وحدة، أول وحدة في عنا إشارة المقبس الكهرباء، صح؟ Yes. هذا يعني أن هذه من ماي ميموري اللي هي على الإنترنت، هاي من ذاكرة موجودة على الإنترنت. فأحضر لي الترجمة الآلية من الإنترنت بنسبة تطابق قديش يا ضروب؟ 91% طيب شوفي الآن، هاي نحن نختارها، شوفي الآن التغييرات. وعلى القانون الاتحادي رقم واحد لسنة كذا، هنا مكتوب بشأن بينما هنا في شأن، هنا مكتوب صلاحيات الوزراء، هنا مكتوب صلاحيات الوزراء لكن مع فراغ. عرفتوا علي كيف؟ إذا هي عمليا تطابق 100%، ولكن عمل لي 91% لاختلافي بس كلمة أو حرف. فإذا ضغطت عليها شو بتطلع معي هون؟ الترجمة جاهزة الآن، هي نفس الترجمة، هاي نفسها جاهزة مأخوذة من ذاكرة على الإنترنت. لكن إذا أردت من ذاكرتي أنا، ذاكرتي أنا، فبيقول لي في 81% متطابقة شبيهة. نشوف ما التشابه والاختلاف. لاحظي هاي من ذاكرتي، ماشي الحال، نفس الكلام، ولكن هون بيقول لك ما في قوس، هون في قوس، هون 1972، هون 1972، ميم بس في فراغ بيناتهم بين الميم والسنة، وفي الوزراء في فراغ فيها، عمليا هي نفسها أيضا. ماشي الحال لحد الآن؟ مجرد أنه نضغط عليها بيعطيني الخيار. بتحبوا أعد لكم الهي كلياتها كيف؟ هاي بدي أترجم هاي نحن، وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء، ماشي؟ نذهب إلى اليمين، لقينا هلأ في واحدة بيقول لك نسبة التطابق 68%. فبننظر إلها هون الفروقات، هياهم الفروقات شايفين؟ فأنا بإمكاني آخذ إما هاي أو هاي، يعني أشوفهم بس أعدل الأشياء المختلفة. في اختلافات ما اختلفناش، بس أنا بقدر أعدل الاختلافات وأخلي بناء على ما عرضه وزير فلان وبناء على موافقة كذا. ما في داعي هي أترجمها، خلاص صارت جاهزة لأنه 68%. فشو بعمل؟ بضغط دبل كليك عليها، تطلع عندي الترجمة هون، لكن أنا بصلح بس الأشياء المختلفة. Upon the proposal of the ministry, minister of، شو بتصير هون يا طروب؟ economy بدي وزير ألغي العدل economy، ماشي بدي ألغي economy، أكتب justice، مظبوط. justice بدك تصير justice وهاي بدها تروح. And the approval of the council of ministers، هي رح أخليها. And the federal national council رح أخليها. And the ratification of the federal supreme council رح أخليها. إذا بغير بس هون، هاي رح نغيرها، بتصير of justice. لاحظتوا الآن هنا، الآن أنا استخدمت ذاكرة قديمة استعنت بها في الترجمة. أوكي طيب، ندخل كمان شوي لتحت. لاحظي يا طروب، هلأ لاحظوا جميعا معنا، يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته. لاحظوا الكلام صعب علي، اللي بدي أتم أدور فيه ساعة وأجتهد وتطلع معي ترجمة ممتازة، لكن شو ممكن يصير لو أني بحثت في الذاكرة؟ بدنا نشوف هلأ مين معي. آلاء معي؟ يا آلاء، آلاء معي، خليكي معي آلاء، اسمعيني آلاء. هلأ أنا هون يجوز الاتفاق، طيب كيف بدي أترجمها هي؟ It may be agreed، an agreement can be made، رح أختلف كتير فيها. على أنه إذا مات أحد الشركاء، if someone dies، طيب كيف بدي أكتبها؟ بقول لحالي بدل ما إني أعذب حالي، خليني أشوف شو في ترجمات شبيهة. فأنا بضغط على السيجمنت هون بالعربي بالإنجليزي بهذا المكان، وببحث إذا كان في شيء متطابق أو شبيه. أعطاني نسبة تطابق يا آلاء 75%، وقال لي بالإنترنت موجود 66%. فأنا بدخل تبع ال 75%، ماشي الحال، بشوف الفرق بيناتهم. لاحظي في أشياء متشابهة، بضغط عليها دبل كليك. هلأ يجوز الاتفاق، it may be agreed، على أنه إذا مات، that if one of the partners died the partnership shall continue إلى آخره. عرفتوا علي كيف؟ نعم وضحت الفكرة؟ نعم
شكرا لك يا آلاء، شكرا. دكتور can you you can skip ها ممكن آلاء تسكري الميكروفون؟ شكرا لك. تفضلي دكتور فاطمة. فيك you can skip يعني فيك تنقي السيجمنت اللي بدك مش ضروري يكون ورا بعض صح؟ بالمرة مو ضروري ورا بعض، لا بإمكانك تاخدي السيجمنت اللي بدك اياها 100%، ما بتفرق. اوكي نعم، يا هلا فاطمة بدي أرد، هلا أشرح على هاي. هلا أنا هون ليست قضية ترجمة آلية بقدر ما هي أنه أنت عندك ذاكرة موثوق بها. هلا أنا عندي ذاكرة موثوق بها، من أين جئت بها؟ جئت بالقانون المدني الأردني مترجم للإنجليزية وأثق به وترجمة ممتازة، أدخلتها إلى الذاكرة. فأنا الآن أدخلت القانون المدني الإماراتي وأنا أعرف أن هناك تشابه كثير بها، فبدل من أن أترجم أنا بطريقة ضعيفة سأحضر من الترجمة الموثوق فيها وأضعها في ترجمتي. فهنا يقول: ويجوز أيضا الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء. لاحظي هذه قد تؤدي إلى إشكالية في الترجمة عندي، فمشان هيك بما أنه في عندي ترجمة موثوق أصلا بضغط، مجرد بس ضغط شو بيعمل؟ أعطاني في نسبة 74%، في نسبة 70%، في نسبة 61% من الإنترنت اللي عليها مأخذ كهرباء، هذه من الإنترنت، أما هذه فهي محلية عندي. فأنا أخذ ال 74% وأنظر إلى الاختلافات. يعني طلع في اوبشن من الانترنت دكتور أما في أنا اوبشن ها فعلته نعم، عن طريق تفعيل بماي بتعملوا تيك عليه من داخل اوكي الخيارات اللي تحدثنا عنها البارحة على ما أعتقد، أعطيتكم إياها بالسيتينجز. دكتور نعم تضغط على السيجمنت اللي بدك تترجمها نعم شو على سؤالك؟ الانجليزي ولا على العربي ولا على الام تي 1 على الامتي، امتي او على الانجليزي ما بتفرق، المهم تضغطي على السيجمنت. فهي هيك، فوفقا للذاكرة اللي أعطيتكم إياها هذه النتيجة ستظهر لديكم هنا. فالآن ما في إشكالية، شايفين؟ هل الفرق بين هاي وهاي انه في عندي انا جملة كاملة غير موجودة، لكن على الاقل سيساعدني، يعني سيساعدني ذلك انه على الاقل في عنا هذا النصيب يحسب بقيمة كذا، يعني ممكن بيساعدني نوعا ما، يعني هناك جزء ممكن ان يساعدني. عرفتوا علي كيف؟ اذا this share shall be estimated، هذه الترجمة هي ترجمة إيش؟ خليكم معي، ترجمة ويقدر هذا النصيب، شايفينها؟ شو باقي علي أن أعمل؟ أن أضع الترجمة وترجم أنا بنفسي هذه، أوكي؟ فاطمة معي؟ فاطمة؟ يس يس وضحت الصورة؟ ايه فهمتي فكرة؟ إذا أنا يعني كيف؟ فينا ناخذ شو اسمه الجزء الثاني أيوة ونترجم الجزء الجزء الاول الأول هذا، لكن أنا لأني شكاك وما بثق بحالي كتير، أنا عندي شك. فاحتمال، هناك احتمال، خليك معي، الاحتمال بأنه هذه فقرة كبيرة جدا جدا بالعربية لدرجة أن الكمبيوتر لم يساعدني بأن يبحث عنها. فانظري ماذا سأفعل، سأضع الإشارة هنا عند كلمة شركة، وضعناها بالإنجليزي، أوكي انتبهنا. أول شيء خليني ألغي يس هاي الترجمة، ما بدي إياها، أرد أعيد. ماذا قلت؟ قلت إنه هناك احتمال بأن تكون هذه الفقرة كبيرة جدا لدرجة أن الكمبيوتر لم يستوعبها أصلا، ايه لم ونحط يستوعبها. بس فيرست بارت ايه فالآن ماذا سأفعل؟ سأضع عند الجزء الأول الذي، يعني هون انتهى الجزء الأول غير المترجم، أضع رايت كليك، رايت كليك، بدخل على وحدة اللي اسمها، أي وحدة فيهم؟ سبليت. شايف سبليت فاطمة؟ شايف سبليت؟ يس ماشي، راح اضغط عليها. yes. الان ضغطت عليها شو طلع لي؟ شو رأيك؟ مطرح ما بتحط الماوس يعني you split there سبليت، قسمت السيجمنت نصين قسمت السيجمنت نصين مو بس قسمتها نصين، انا قسمتها نصين مشان اخلي الكمبيوتر يرتاح وهو يبحث عن يقراها الخيارات. صح وهيها هون شايفينها؟ شايفها فاطمة؟ of 89% هي 100%، هي مش واو 90%، بس الخلافات، بس انه هون مكتوب 22، هون محطوط فراغ عند اللي يجوز، ما هون بينحسب يا هدول هو بيعتبرها انه ليست تطابق، بس هي متطابقة عمليا. فشو طلع معي؟ طلعت معي كذا. اذا الان شو تعلمنا اليوم؟ اليوم تعلمنا انه كيف نستخدم الذاكرة
كيف تعطينا نسبة التطابق ونشوف الفرق بيناتهم؟ لاحظوا اللون الأحمر هو ببين لي إنه إيش الاختلافات، بس الأهم من ذلك بإنه هون إيش حكينا؟ لما عملنا سبليت ظهرت النتيجة. هالاحتمال لما نعمل سبليت ما تظهر النتيجة، من وقتها بنتأكد نقول خلص هاي ممتاز الأمور، يعني مش قضية كبيرة. يعني هذا اللي طلع معي. تمام هيك؟ طيب. طب كيف رجعت السيجمنت مرة واحدة بدون ديفيجن؟ بدك ترجع السيجمنت، مش عارف Without division. ارجعها مثل ما كانت. طيب ضروري تسأل الآن انه انا هدول بدي ارجعهم سيجمنت واحد مثل ما كانوا، بتظللي لهم التنتين. كنترول رايت كليك جوين. انتبهتي؟ اوكي. انتبهتي؟ جوين. هلا السبليت والجوين داخل الميمو كيو لا يؤثر نهائيا لا من قريب ولا من بعيد على ايش؟ على الملف الصادر. ما هي مهمة، ما فيش اشكالية نهائيا، ما راح يأثر، هذا شيء داخل الميمو كيو. تمام هيك لحد الآن؟ طيب تمام. هلا هون لاحظوا المادة 676 شو طلع لي هون؟ مظبوط؟ تمام؟ Yes. هاي Same طلعت thing. لحالها. طيب Yeah. شكرا لك فاطمة. هلأ أنا الآن بدي أرد، هلأ أمحي كل الترجمات اللي أنا عملتها، عرفتوا علي كيف؟ بدي أمحي كل الترجمات ونبدأ بطريقة تانية. بنعمل كنترول وشيفت تو أي. عبد المنعم كيف حالك؟ عبد المنعم معنا؟ مرحبا دكتور، أهلا اهلا وسهلا. وسهلا بك. هلا ميمو كيو يختلف يمكن عن ترادوس، بدنا نعمل كنترول شيفت تو اي مشان نعمل سيلكت اول. نفسه ترادوس؟ بالنسبة ل اختيار الكل. اختيار الكل، أعتقد دكتور فيها اختلاف هنا. أنا ما عملتش طيب سيلكت قبل كده. طيب ماشي الحال. سيلكت اول احنا عنا اياها كنترول وشيفت تو اي. لو ضغطنا اللي هي رايت كليك، لاحظوا رايت كليك في عندنا كلير ترانسليشن على فكرة، حتى بدون سيلكت او اي شيء. رايت كليك كلير ترانسليشن، بس هي خطيرة ديروا بالكم، يعني اذا كنتم مشتغلين وتعبانين وبدكم تمحوا مشكلة. نضغط عليها الزر شو بيطلع لنا؟ اكتيف دوكيومنت. بناخذ اول ترانسليشنز بالنسبة لنا، نعمل اوكي. هلا الان انا مسحت كل الترجمة اللي انا ترجمتها، رجعتها فاضية. نرد نعيد لكم كيف الطريقة. رايت كليك بتروح على كلير ترانسليشن، بتحددوا هل بدكم كلير ترانسليشن بالاكتيف دوكيومنت ولا فروم كيرسر، اوبن دوكيومنت، بروجكت الى اخره. خلينا ننتبه، البروجكت كم ملف فيه؟ 100 ملف، ماشي الحال. اذا كتبتوا بروجكت بتكونوا محيتوا الترجمة من كل البروجكت، يعني من كل الملفات، ما بدكم اياها هاي نهائيا. Open Documents اذا كنتوا فاتحين اكثر من ملف بمحيها كلها، ما بدنا، احنا بدنا بس الاكتيف دوكيمنت. نكتب All Translation وهيك ننسخها، مسحناها. طيب الان بدنا نتعلم خاصية جديدة من خاصيات ميمو كيو. بدنا نطلع هلا على Preparation، نضغط عليها. في عنا خيارات إلها أول ما لآخر، ما بتهمني إياهم نهائيا هلا حاليا، منها إلا هاد. شايفين بري ترانسليت؟ عبد المنعم شايف بري ترانسليت؟ تمام. طيب هلا أنا بدي أضغط على بري ترانسليت وبدي أعمل أوكي، نشوف شو النتيجة. هلا الآن أنا عم بطلب من ميمو كيو إنه يترجم لي النص كاملا وفقا للذاكرة اللي موجودة. خلينا نشوف النتيجة هلأ شو بتطلع. رح ياخد وقت. رح ياخد وقت لأنه 1500 مادة، يعني ما بعرف بحدود 100 صفحة يمكن، الله أعلم يعني، فمشان هيك رح ياخد وقت كتير.
الآن هلأ عم ينهي الموضوع. تمام. النتيجة حاليا ليست مثل ما احنا بدنا اياها، كنا نتوقع انه يعطي ترجمة هائلة رائعة، ما في ترجمة، لا يوجد ترجمات كثيرة، ترجم بعض الاشياء، ترجم بعض الاشياء ولكن ليس بما نريد. مع ذلك دعونا نرى ما الذي ترجمه حاليا ونحل هذه المشكلة الآن. بدي أحاول أشوف match rate high frequency. عملت أنا sorting من أجل أن أعرف ماذا ترجم، فهذه الأشياء ترجمها وفقا لذاكرتي. أوكي، وهناك بعض الاختلافات، هناك اختلافات كبيرة أصلا، يعني هناك اختلافات كثيرة. ننزل، لا يوجد أشياء كثيرة يعني بسيطة. إذا لم يترجم شيء كثير، ما استفدت شيء لحد الآن. طيب ماذا نفعل، وما هو، ما هي المشكلة وكيف حدثت؟ ما الذي حدث هنا؟ هلا نعود إلى no sorting، أن هناك بخاصية البري ترانسليت، البري ترانسليت الخاصية فيها هناك نسبة التطابق المطلوبة. تعالوا نذهب إلى نسبة التطابق ونحددها. نذهب إلى Project Home، نضغط عليها، نذهب إلى Translation Memory، هي ضغطنا عليها، عفوا إلى Settings مش Translation Memory، إلى Settings. هذه هون الآن اللي بنشتغل فيها Settings. طلعت لنا أشياء عجيبة غريبة هدول. هذه General ما بدي إياها، لا أحتاج Segmentation Rules، لا أحتاج QA Settings. TM settings اللي هي مثل البازل، TM settings شو طلع لي؟ طلع لي هذا محطوط ديفولت، ديفولت نضغط عليها بس نتفرج. اوكي، طلب مني كوبي لانه لا يجوز انه نعمل كوبي، مش مشكلة. هلا خلينا نعمل edit نشوف شو هي. ما بعمل edit. طيب شو هي properties؟ properties ما عم بيحاول يطلع لي اياه. edit ما راح يزبط و properties ما راح يزبط، اذا خلص بدخل على default. مثل ما لاحظتوا هو الديفولت، اي شيء بالديفولت في السيتنجز يرفض ميمو كيو تغييره، بيقول لك اعمل كوبي وغير ما تشاء. فنختار الكوبي ونعمل edit. شو نسبة التطابق؟ بيقول لك لاحظوا نسبة التطابق، يعني لما عملنا بري ترانسليت نحن طلبنا إلى ميمو كيو أن يعطينا الترجمة من الذاكرة، فلم يعطينا شيئا. ليش؟ لأنه محدد عنده أنه 60% نسبة التطابق الدنيا، والجود ماتش 95%، وهذا شبه مستحيل. ليش شبه مستحيل؟ لأن اللغة العربية في عندك همزة القطع والوصل، صارت نزلت التطابق نزلت نسبة التطابق ل 80%. فإذا هنا سأقترح أنه نعملها 70، وسنقترح أنه نعمل مينيمم ماتش نعملها 50. ماشي الحال. طيب حمادة معنا؟ حمادة، حمادة معنا؟ مين معنا؟ طيب أسماء معنا؟ حمادة، ايوه مع حضرتك، ازيك طيب يا حضرتك؟ حمادة، فاهم اللي عم نعمله الآن ايش هو الآن؟ نحن تمام. عم نغير الآن نسبة التطابق. لماذا؟ لأن اللغة العربية إذا وضعت همزة قطع، همزة وصل، اختلت النسبة إلى 80 و70% مع أنه هي 100%، فأنا عملتها 70%. الآن نضغط أوكي. انتبهوا، أنا اخترت ديفولت كوبي بدل ديفولت. ديفولت 90% 95% شيء كتير كبير ما بدنا إياه. نعود الآن إلى ملفنا اللي هو Emirates اللي هو هون، والآن نرد نطلب منه مجددا pre-translate لننظر ما الذي سوف يحدث. نذهب إلى pre-translate عن طريق preparation، pre-translate، active document، good TM، خلاص بدي إياها good، ما في مشكلة. الآن نضع okay، سيأخذ وقت طبعا لننظر النتيجة ما التي ستكون لدينا.
حمادة، هل اشتغلت على برنامج ميمو كيو أو ترادس من قبل؟ اشتغلت على ترادس شوية. في تشابه كبير بينهم، بس صراحة ميمو كيو أفضل يعني. هو المنطق نفسه، بيستخدم المنطق نفسه. الآن المفروض أن الترجمة أصبحت أفضل، لأنه أكيد أعطانا نتائج أفضل ولكن أقل جودة. يمكن نذهب إلى match rate اللي هي higher first من أجل أن أرى التطابق. الآن أنزل أنا لأبحث عن إذا كانت التطابقات موجودة أم لا. يعني ما زالت هناك إشكالية بأنه لم تظهر كثير من النتائج، أو يمكن لأني أنا أنزل على المؤشر بسرعة. احتمال. المفروض أنه يكون موجود. على كل حال لا أعرف شو السبب أنه لم يظهر نتائج، لكن احتمال أنه هو نفسها، أنها البري ترانسليت المفروض تكون فيها طريقة معينة. Select TMs and Live Corpora ما بتهمني. Open Documents, Active Documents صح. Confirm Block. Versioning, Statistics. أنا صراحة ما بعرف ليش ما أعطى نسبة تطابق، بس خلص ممكن يعطيها بطريقته الخاصة. أوكي، ننتبه أيضا إلى وجود الـ plugins. ممكن نضغط على الـ plugins. أعتقد بإمكاننا نضيف اللي هي هون بنضيف عليها الـ empty settings resource. ما بعرف شو السبب هاي، بس نضغط عليها على ما يبدو شيء آخر. طيب مالنا فيها. إذا لابد لنا من أن نضطر الآن أن ننظر إلى البدائل واحدة واحدة. لن نتمكن من يعني كل يعني ما راح نتمكن من أنه نأخذهم كلهم معا. يجب أن ننظر فيها واحدة واحدة. هون 83 نسبة تطابق. ننزل الآن. هون لا يوجد أي ترجمة لهذه العبارة، لكن يوجد في التيرم بيس على الأقل. بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، هاي ممكن هون بس بنضيف كلمة المؤقت هون interim constitution. وعلى القانون الاتحادي اختصاص الوزارات، هاي 91 مثلا. هاي يعني بتطلع عندكم ترجمات في مختلف ال ايش بسموها النتائج، ممكن تعملوها بهذه الحالة. طيب خاصية preparation راح نرجع لها مرة ثانية، ولكن قبل ذلك أود أن أتأكد من شيء معين يجب أن أتأكد منه. أذهب إلى project home، إلى settings، ومن خلال السيتنج أذهب إلى اللي هي TM setting. هنا الآن أنا بدي أغير الجود ماتش، أريد أن أعملها 55، وهنا سأعملها 35، وأعمل الآن أوكي. سأحاول، ربما تطلع النتيجة أفضل. نعمل preparation tree translate. اوكي هون طلعت نتائج أخرى، يعني الآن صارت تطلع. ننتبه هون لما نزلنا نسبة التطابق حدثت لدينا إشكاليات. فمثلا هنا
أصدرنا القانون التالي، طلع معنا legal age of marriage، وهذا شيء غير صحيح نهائيا. باب تمهيدي introductory note، ممكن أغير كلمة note إلى كلمة ثانية. إذا عندما تخفف نسبة التطابق عند البحث عند الـ pre-translate، سيعني ذلك أنه عليك أن تعمل جهد أكبر. عرفتوا علي؟ جهد أكبر. نلاحظ أيضا نلاحظ بأنه يبدو بأن النص هنا بالعربي طلع معنا أكبر من أن تتحمله الذاكرة، فنستخدم أسلوب اللي هي split. هاي نعمل split، ننظر في الترجمة إذا كانت موجودة أم لا. هاي ترجمة موجودة، تسري في فحواها. لاحظوا تسري لعند فحواها موجود عندنا، ما عندها تتمة. فإذا أيضا هون بنعمل عند فحواها أيضا split، فهي بتطلع لنا فحواها هنا. الآن هذه هي فحواها هون طلعت، والآن لا مساغ الاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة، الآن هي نفسها هون موجودة. فإذا لم يجد القاضي، لكن لا يوجد ولا مساغ مش موجودة، أيضا هذه تحتاج إلى إنه نعمل إيش؟ نعمل split، أو نأخذ الخيار من هون من هذا المكان اللي هي 53% موجودة، الترجمة موجودة. إذا مشكلة النص بالعربي هي إنه تقسيم الكلام ليس مطابق لما هو مخزن بالذاكرة، هذه هي الإشكالية الأساسية، وإلا كان طلعت النتائج 100%. لاحظوا الآن 94% نسبة التطابق. آخر شيء قبل أنه نعمل مراجعة سريعة للي عملناه هو أن أذهب إلى Preparation مجددا. بدي بس أقولكم عنا خيار جميل جدا Popular. دكتور، تفضلي. can I interrupt please؟ في مسج من أسماء بتقول ممكن تحضر كمستمعة فقط لأنها تستخدم سماعة من غير ميكروفون طيب، ومكشوفة. It's okay؟ ما عندنا مشكلة. شكرا لك يا طروب، شكرا لك يا طروب على قراءة إيش المسج. أجاوبها؟ هي معنا على زوم ولا لا؟ لا، هلا بعثت لي مسج بتقول لي هل ممكن أحضر كمستمعة فقط؟ انا شفت اسمها فقرت آه موجودة. لا معنا، ما في اشكال، معنا على زوم. معنا يعني اسماء لا مشكلة، ولكن لن اتأكد، لن استطيع ان اعرف اذا كانت يعني فاهمة علينا ومتابعة معنا ولا لا. بس هي القصة. بس أهلا وسهلا، أكيد. شكرا لك أوكي، طروب، إذا كان هناك أي مسج إلقائي لي أهلا سمحتي طبعا، أي شيء مهم. إن شاء الله. طيب شكرا لك. أهلا. الآن هلا هون الخيار تحت Preparation في عندي Populate Number Only Segment. تخيل لو إنه في عندك أنت ملف فيه أرقام كثيرة مثل الإكسل شيت، فإذا ضغطنا على Populate Number Only Segment الذي يحدث بأنه وعدينا أوكي، فبهالحالة هاي سيبحث عن السيجمنتس اللي فيها بس أرقام، وسينسخ الرقم كما هو مشان أنت ما تتغلب فيه لكي لا تتعب. هون مثلا هاي نسخه هو نفسه، نسخه هو من هون إلى هون كما هو. تمام. أوكي طيب، الآن أتوقف هون وآخذ أسئلتكم. هل الأفكار واضحة أم بدكم يعني أعيد شيء معين، أو أعيد كل شيء؟ ما في إشكالية لأنه يحتاج إلى تدقيق أكثر. بس بداية أنا سوف ألغي كل الترجمة اللي دكتور، موجودة. بس أنا تفضلي. عندي شو اسمه، أنا عملت الداونلود لهيدي تي ام اكس، بس بدي تقلي كيف نقلتها على هيدا امبورت، نعم، لأنه أولا هي لما عملت لها داونلود اجت على الداونلودز عندي، نعم والفايل بس اسمه ليجل از ات. illegal dot tmx. بدك تروحي على الكتاب. لا، يمكن ما عندي تي ام اكس انا، لانه عم بكبس. كيف بدي اشوفه اذا بكبس عليه؟ ما ما راح تضغطي عليه دبل كليك. اذا بكبس عليه نعم، شو هو اسم الملف؟ شو بصير؟ ما تكبسي عليه. هو شو اسم الملف؟ اسمه هلا ليجل، بيروح مظبوط. دغري project create new project from templates، انت ما تضغطي عليه، ليجل ما تضغطي عليه. بيجي الميمو كيو بس. الخطوة الأولى اوكي. إنه تدخلي على ميمو كيو. ستيب 1 افتحي برنامج ميمو كيو. ستيب 2 روحي على الدفتر. فتحته. روحي على الدفتر ستيب 2.
اوكي step 3 translation memory, ايه step 4 ات ايه اتس اوبن بعدين step 4 اختاري ايه الذاكرة اللي بدك اياها عربي انجليزي او انجليزي عربي select I have to write it يعني language 1 لا الذاكرة اللي موجودة عندك شو الموجودة عندك انت الذاكرة معش عملت مش على اساس قلت لنا محو كل شيء وحطوه ما عملت الذاكرة مرة تاني اعملي create new طيب اعملي create new هيها هون شايفتيها create new صح صح اي كرييت نيو تحت يس طيب اوكي ضغطتي اوكي عليها شو طلع معك الآن تحبي تعملي شير سكرين مشان كلياتنا في نشوف جنرال كاستوم فيلد ممكن سيلكت لانجويج ايه لحظة تقدري تختاري الشير لحظة سكرين لو لحظة سمحتي يلا اوف ودي شوف هاي عفوا You cannot start screen share while the other participant is لحظة sharing اوكي هلا انا بلغي يعني الشير لوحدي اوكي هلا ايه بلغي بجرب one moment لحتى ألغي الشير سكرين من عندي اوكي بامكانك هلا تعملي شير شير سكرين ما بعرف تمام كويس my اوكي هاي transition دل memory اوكي اختاري select language شو بدك تختاريها اختاريها كلمة عربي انجليزي او انجلش انجليزي عربي ما بتفرق اللي بدك اياه اما انجليش او فوق موجودات انا لا بدي بلش انجلش ما هي انجلش فوق عربي موجودات الانجليش والعربي اوكي اضغطي اه ايه انجليش صح يور رايت واضغطي عربي بس اوكي وانا لحظة اوريدي حطيت مثل ما قلت طيب الباث اوكي اعملي اوكي اضغطي اوكي اوكي تمام اهي هلا بدي اطلب منك تعملي هلا ذاكرة تانية امبورت كرييت لا اسمحي لي اعملي كرييت نيو مجددا اه اوكي اعملي كرييت نيو هلا بدي اياك تكتبي عربيك انجلش بدل ماي ترانسليشن اوكي ميموري لا لحظه شوي بدل ماي ترانسليشن ميموري فوق عند نيم مو في عندك نيم وين رايحه نيم اي اي ماي ماي ترانسليشن ترانسليشن ميموري ميموري بس ايه الغيها كلها سميها عربيك انتو انجلش عربيك انتو انجلش رمبيت نعم اوكي هلا اختاري تمام اللغة عربيك انتو انجلش اختاري اللغة من العربي للانجليزي عربيك انجليش تمام اوكي يس تمام صار في تو هلا واحد صار انجليزي عربي واحد صار من العربي للانجليزي لانه لازم يكونوا صح ذاكرتين هلا ايه انت الذاكرة اللي بدك تشتغلي عليها اللي هي خلينا نقول عربيك انتو انجلش ظلليها ممتاز اعملي رايت كليك اوكي import وين الامبورت كرييت لا نيو تحت import اوكي import هون ما بتفرق هاي او بالرايت كليك مش مشكلة هيدا اللي عندي بس هلا كان يو هون سي ات ايوه ليجل legal ادخلي عليه اضغطي على legal اوبن open ايوه هلا راح ياخذ وقت كتير كبير خلينا نلغي الشير هلا يا فاطمة اوكي معلش ستوب نلغي شير ستوب شير اذا سمحتي يس ثانك يو اهلا وسهلا بيك راح ياخذ وقت كتير لحتى تقدري تشتغلي عليها اذا طيب تمام شو في عندكم سؤال تاني تسألوني اياه الان شو حكينا عن ايش تحدثنا عن السبليت تحدثنا على البري ترانسليت والبوبوليت نمبرز
وتحدثنا عن هي الشاشة اللي تظهر على اليمين وكيف نتعامل معها. تحدثنا عن أنه نسبة التطابق لما نخفضها كثير ستظهر لنا ترجمات يعني لا يوجد تشابه كثير بها، ممكن يكون في تشابه بسيط فحسب يعني. في عندكم أي سؤال؟ اسألوا، بس حاب أسمع منكم. دكتور أنا عندي نعم تعليق. تفضلي. Don't you think إنه يعني بآخر الشغل هذا إنه بدك تشيك إيش ترجمته وإيش الترجمة و go over it و 100%. يعني if you go on your own it's أضبط لك بيكون. لحظة شوي، هلأ إذا كانت الترجمة ستكون لأشياء اعتيادية، عرفتي علي كيف؟ بهذه الحالة تضيع وقت رح يكون. لكن يا طروب، واحد، أنا حددت لك من البداية أنني أنا بالأصل أخذت قانون المدني الأردني مترجم إلى الإنجليزية ترجمة موثوقة، يعني لا يوجد فيها إشكالية. هذه الترجمة الموثوقة ترجمها مترجم وصار في مراجعات عليها وراجعه ناس وأقرت في النهاية، عرفت علي كيف؟ فهي ترجمة موثوق فيها. فإذا جاني أنا قانون، عرفت علي كيف، شبيه بهذا الكلام، فأنا أستطيع أن أستخرجها من الذاكرة مباشرة. هذه واحدة. ولكن لا يمنع أنه تأخذي أنت القانون الإماراتي من العربي للإنجليزي وتحطيه، وأيضا تأخذي منه في ترجمة أشياء متشابهة في القانون. في إيش؟ في القانون. هذا واحد يا طروب. اثنين، وهذا اللي بيهمني الآن، أنا هنا السؤال اللي بيهمني يا طروب، خلينا ناخذ افتراضية أنك ترجمتي للعميل قبل سنة ملفات معينة وحطيتيها بميمو كيو، وجاءك العميل بعد سنة قال لك طروب في السنة الماضية ترجمنا ملفات وعملنا عليها تعديلات كثيرة. طيب إيش بتعملي بهالحالة هي طروب؟ جاوبيني. You go back to it. We go back to it. الميمو كيو. بميمو كيو ما في داعي ترجعي إلها. بميمو كيو هي مخزنة الدوكيومنت بالذاكرة. اللي انت بعثت لنا بتدخلي اياها الدوكيمنت اكيد الجديدة. حافظها. بتدخلي الدوكيمنت الجديدة وميمو كيو سيبين لك الاختلافات لكي تعمل التغييرات عليها. اوكي. عرفت عليك؟ هذا ضروري جدا. شيء آخر، إذا كان عندك دليل تدريبي وكان كل فصل يكرر أشياء معينة، فباستخدام خاصية pre-translate بإمكانك أن تترجمي كل الأشياء المتكررة فبترجمها مع بعض. تعالي مثلا أعطيك مثال، لو عملنا sort مثلا ونظرنا إلى الفريكونسي، لعله هناك تكرار، مع أني أشك أنه هنا القوانين تكرار، لكن نفرض. تعالي أشوف شو هي التكرارات. لاحظي، شوفي كيف. الآن أنا عملت frequency higher first، وهلأ بدي أحاول أستنى لبين ما يخلص. أوكي، ف عم بحاول الآن، بس هلأ الآن. طيب شوفي كيف، عندك الفرع الأول، شوفي يا طروب، section 1. أوكي next، control enter، شو بيطلع هلأ الآن؟ شو صار؟ كل معادين. انتبهتي؟ هيك بتحافظي على الكونسيستنسي، بتحافظي على الكونسيستنسي. وضحت الفكرة هيك؟ يس يس، هيك بتحافظي على الكونسيستنسي. هلا الفرع الثاني، الفرع الثاني، هلا هون الاختلاف عن ترادوس. ترادوس يعني يمكن أقوى بشغلة الفرع الأول والثاني، بس هلا هيك بنعملها هيك. سكشن 2 شو بيطلع؟ سكشن 3. هلا أنا طبعت سكشن 3، طلع معي غلط. شايفة كيف طروب؟ طلع معي غلط، أنا طبعتها بالغلط هيك بسرعة طلعت معي. شو بعمل؟ أذهب إلى أول واحدة وأصلحها، فقط واحدة، صلح كله بعدين. بس واحدة بصلح، وهو راح يصلح لحاله. فبروح لأول واحدة، هاي هيك بعملها. لاحظي، انتبهتي؟ يس. الفصل الثاني chapter 2 control enter كله chapter 2، وخذي على ذلك كثير من الأشياء، يعني هو كله يساعد. إذا أتفق معك تماما فيما يخص ميمكيو، كل من يستخدم ميمكيو من أجل ترجمة أشياء عادية إذا اتبع طريقة البري ترانسليت بهذه الطريقة فهو في المسار الخطأ. ولذلك قلنا في المحاضرة الأولى أو في اللقاء الأول إنه من الخطأ أن نعتقد أن ميمكيو هو من أجل ترجمة آلية، غير صحيح.
هو من أجل إدارة الملفات، عرفت علي كيف؟ طروب، أود أن أيضا أجيب على سؤالك لأنه جدا مهم أيضا. أقول لك، أنت عندك ملف، عندك 10 ملفات كلها بوليصات تأمين، استلمتيها من العميل، لا يوجد في الدنيا ترجمة لها، فأنت أخذت البوليصة الأولى ترجمتيها في ميمو كيو وتبين لك بأنه كتير صعب وشغل وكذا. المهم تمكنت في النهاية بعد تعب كبير بأن تترجميها. جئت إلى الملف الآخر الآن، الملف الآخر، وكان هناك تشابهات كبيرة بين البوليصة الثانية والأولى. ميمو كيو سيعطيك كل التشابهات مباشرة بكبسة زر. أوكي. فهنا الكونسيستنسي عندك عالي جدا، الدقة في الترجمة عالية جدا، والأهم يا طروب من ذلك، الترتيب. أهم من كل هذا الحكي، بتعرفي إيش؟ عندك 10 ملفات، ركزي معي، ترجمتي الأول والثاني والثالث والرابع وكلها عبارة عن أشياء متكررة. في الملف التاسع أو العاشر تبين لك بأنه في شغلة أنت كررتيها في الملفات وهذا التكرار غلط، ماذا تفعلين بهالحالة هاي؟ تلغيهم مرة واحدة كلهم مع بعض. بميمو كيو تستطيعين فعل ذلك، بميمو كيو تستطيعي تغيير كل ذلك مرة واحدة، أما بالطريقة التقليدية لا ما بتقدري. فبميمو كيو بكل بساطة تستطيع أن تصلحي الملف الأول، تصلحيه تماما، بعدين تذهبي إلى الملف الثاني تعملي عليه بري ترانسليت، فسيقترح عليك من الذاكرة ما الأشياء التي يجب تغييرها بناء على الذاكرة الجديدة، لأن الذاكرة تتجدد، عرفتي علي؟ غير هيك من ميمو كيو تستطيعين أن تبحثي بالبروجكت هنا، هنا بهذا البروجكت، تضغطي على البروجكت نفسه عفوا بأوفر يو ترانسليشن، هون تعملي سيرش في كل هذه الملفات على الكلمة اللي بدك إياها وبتغيريها لحتى تظبط، بتتغير اوكي يعني ما في أي إشكالية. فإذا التعامل هنا إدارة ملفات، إدارة الملفات كتير قوي، ميمو كيو وأيضا ترادس، طبعا كلهم ترادس. أنا ما بعرف إذا كان بإمكانك تبحثي في الملفات كلها مع بعض، هنا تستطيع أن تبحثي بأي شيء من كل الملفات، فإذا تستطيع فعل ذلك، عرفتي علي كيف؟ بإمكانك خيارات الإبداع كبيرة جدا هنا. بإمكانك مثلا عندك 10 ملفات حكينا لمين؟ لشركة التأمين. طيب كلها بتعملي كوبي بيست، ضعيها في ملف واحد، أدخليه إلى ميمو كيو. مركزي معي طروب، فاهمين شباب البنات صبايا؟ إذا عندك 10 ملفات بوليصات تأمين، خلينا نجرب هالطريقة، نعملهم كلهم كوبي بيست ونعملهم كلهم في ملف وورد واحد، ندخل هذا الملف على الميمو كيو، نعدل نغير نعدل نغير كلياته، كله بيدخل بالذاكرة. بعدها ماذا أفعل؟ آخذ ال10 ملفات أدخلهم مجددا إلى ميمو كيو وأعمل بري ترانسليت لكل ملف، تطلع الترجمة جاهزة، بعمل اكسبورت وخلاص انتهى الموضوع. فإذا إدارة الملفات كتير قوية والإبداع فيه كبير جدا، تستطيع أن تبدعي بالطريقة التي تريدين. بس it needs good practice، يعني ما فينا بين ليلة وضحاها نظبط أمورنا. تحتاجي حوالي شهر تقريبا، شهر من الممارسة اليومية حتى تقدري تتقني برنامج ميمو كيو. خلال هذا الشهر سيكون هناك مشاكل كثير نحتاج إلى نعملها ترابل شوتينج، فبعد شهر من الآن من الاستمرار في العمل يعني على البرنامج نحتاج إلى جلسة ريفرشمنت من أجل نعمل ترابل شوتينج لحتى تقولون المشاكل التي واجهتكم حتى نقدر نعملها، ستكون هناك مشاكل. هذا جزء من التدريب، تدريب ميمو كيو هو على 3 أقسام. القسم الأول هو قسم الأوبريشن، بيسك أوبريتور ليفل اللي هو أنتم الآن عليه، بعد ما تجربوا 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 بيطلع عندنا المستوى الثاني اللي هو ترابل شوتينج، والمستوى الثالث اللي هي الادفانسد، الادفانسد فيتشرز، اشياء مختلفة. ماذا اقصد بكلمة ادفانسد؟ اقصد فيها بان كيف مثلا انه عندي ذاكرة هائلة، هل يمكنني من خلال هذه الذاكرة ان اعمل اكستراكشن للكلمات اللي فيها؟ هذا واحد. هل يمكنني ان احضر ملفات مترجمة جاهزة وادخلها الى ميمو كيو؟ هذا 2. ما هي الطرق الإبداعية التي يمكن أن أستخدمها في تغذية التيرم بيس اللي عندي؟ عرفت علي كيف؟ هذه أشياء متقدمة، ليست في مستوى الترابل شوت، في أعلى من الترابل شوت بناخذ كل هذه الأشياء، بناخذ الكواليتي أشورنس يا إخواننا الأكارم. الكواليتي أشورنس اللي هي عند بريباريشن، تعرفي هذا الكواليتي أشورنس شو بيعمل؟
Quality Assurance يخبرك إذا أنت ترجمت كلمة بشكل جملة أو كلمة أو طريقة معينة، يقول لك السيجمنت الفلاني أنت ترجمتيها كذا وتكررت فيما بعد وترجمتيها بطريقة ثانية، هناك inconsistency. Inconsistency. هناك like a أرقام. watchdog يعني نعم like a watchdog تمام، وأكثر من ذلك، يقول لك هنا لديك الرقم 554، أنت ترجمتيه 545 لهذه الدرجة. يدقق على الرقم، يدقق على الكلمة، يدقق على الترجمة، بيعطيك مساعدة. كواليتي اشورنس كتير قوي في هذا المجال. فهذه هي أيضا، لاحظي في عندك اكستراكت تيرمز، إن هي استخراج مصطلحات لا نريد أن نتدخل فيها الآن، هذا شيء مرحلة قادمة. هناك الريفيو، يعني إنك تعطي الملف نفسه إلى شخص آخر لكي يتعامل معه، يعمل ريفيو عليه مثلا. هناك أيضا من الخصائص الأخرى التي يمكن أن نتحدث عنها، اللي هي ماذا لو أن شخصا يساعدك لكن ليس عنده ميمو كيو، فماذا يفعل؟ هناك طريقة أن يترجم بطريقة معينة فتأخذيها وتدخل مباشرة عندك في ميمو كيو. أيضا هذه طريقة، يعني هناك يعني إبداع كبير جدا فيه صراحة، إبداع كثير كثير. هون الآن يعني لدينا مثلا في اكس ترانسليت، هذه أنا لم أجربها، statistics تعطيك إحصاءات كاملة في الجدول، هذه يستغل استخدامها استغلالا بشعا جدا. statistics تعطي عدد التطابقات والزيادة ناقص، فشركات الترجمة الطماعة لسوء الحظ تقول إذا كانت 70% 50% لا ندفع لك نهائيا، وهذا شيء حرام. يعني هو العدل بأنه إذا كان هناك تطابق 100% مثلا، 101% ندفع لك أجرة زهيدة، 90% ندفع لك نصف الأجر مثلا، أقل من 90% يعني أجر كامل. يعني هيك المفروض، والله أعلم. دعني بس أنظر إلى الـ preparation، شوفي عندنا هون خيارات copy find and replace، نفس الـ Word document find and replace. هناك خيارات translation concordance، هذه نحتاجها أحيانا لكي نعرف طريقة استخدام الكلمة في سياقاتها المختلفة، مثل reverse، يعني مثل reverse، look up term add term من أجل إضافة كلمة هذا spelling and grammar، نقدر نضغط عليها spelling and grammar، اللي هي نذهب فيها إلى التحرير اللغوي والقواعدي. في عم بيعطيني الآن إنه الملف كتير طويل، من أجل ذلك يعني في عندي إشكالية إنه not responding، بيعطي أو بياخد وقت. quick access workflow view review edit quality assurance edit، هؤلاء الأشياء التانية شغلات لن تحتاجوها نهائيا، ما أعتقد تحتاجونها. مثل go to next، إذا ضغطت control و enter ماذا يعني إلى أين تذهب، لكن هذا لا نحتاج إلى الحديث عنه الآن، فقط ما تحدث عنه حتى الآن. طيب في عندكم أي سؤال حابب أسمع منكم الآن؟ أنا هيك انتهى كل كلامي اللي بدي أحكي عن ميمو كيو خلال الحلقات السابقة. بتهيأ لي المعلومات اللي أعطيتكم إياها تكفي من أجل أن تبدأوا في التجربة في ميمو كيو من هنا إلى مدة شهر كامل. ستكون هناك مشاكل عقبات، ولكن هذه هي المرحلة القادمة ستكون فيما بعد، اللي هي ترابل شوتينج، من أجل أن تذكر لي كل المشاكل التي مررتم بها لكي نحلها. طبعا لا تنتظروا، يعني خلال من هنا إلى شهر كل يوم ستظهر لكم مشاكل، احكوا لي إياها من أجل أن نحلها في يعني نهاية بعد. دكتور قصدك يعني اللي بدنا نسوي التمرين نعمل احنا ملفاتنا ونترجمها ونسوي نعم الداتابيس بالضبط، تبعنا وكله. اشتغلوا فيها بالضبط كما تريدون، وستظهر لديكم أخطاء على السريع، يجب أن أعرف في هذه الأخطاء. أخبروني بالأخطاء وأعطوني سناب شوتس للأخطاء، سكرين شوتس للأخطاء، لكي نعالجها مباشرة من هنا لغاية شهر. بعد شهر نعمل خلاصة لكل الأخطاء اللي بريتوا فيها وشو الحلول تبعتها، فتكون دورتنا القادمة مبنية على أدائكم. إن شاء الله لأنه الترابل شوتينج إن أنا شاء الله بالنسبة لي لا يوجد لدي أي مشكلة بميمو كيو، لكن أنتم عند تطبيق ميمو كيو ستكون هناك مشكلات، وستكون هناك ترابل شوتينج نحتاج إليه دائما. يعني طيب طيب والابليكيشن اللي عندنا قديش مدتها؟ كيف يعني؟ الابليكيشن نزلناها تبعت ميموكيو
is permanent ولا we have to لا هي update هذا this مثل ما بتعرفي يجب شراء البرنامج في النهاية لأنه هي ترايل فيرجن. Yeah, that's what I mean. لحظة شوي خليكي معي شوي. ترايل فيرجن، ترايل فيرجن تحتاج إلى تجديد في النهاية بدفع الرخصة المعروفة بالنسبة للبرنامج. أنا هاي البرنامج عندي اشتريته، كان سعره رخيص هذيك الفترة وعملت له أبجريد. ف But for the time being, يعني for the time being for نقدر the time نشتغل being عليه احنا. لمدة على ما أعتقد شهر أو 45 يوم، مش متأكد، أعتقد 40 يوم 45 يوم شيء من هذا القبيل، وبعديها بتقدروا. طيب مبدئيا، هل يوجد أي سؤال آخر حول الذي تحدثنا عنه الآن قبل أن أوقف التسجيل؟ لا أنا ما عندي شيء، ما عاد خلصت. في حد عنده أي سؤال على كل اللي عملناه الآن؟ بس thank you، شكرا جزيلا. إذا معناها أوقف التسجيل حتى يعني تنتهي هذه الحلقة. بإمكانكم تراجعوها مرة ثانية طبعا، يعني ما في إشكالية. أنا سأوقف التسجيل الآن.